هي الدعامة دي يا دكتور أنواع، يعني في أحيانا كتير بيبقى في رجال بتفشل عندهم موضوع الدعامة، أو ممكن مثلا يعملوها مرة وبعدين يرجعوا تاني يكرروها، صحيح بيبقى إيه الأسباب؟ تمام. الدعامة من الحاجات المفروض عملية تعمل مرة واحدة في العمر، ولكن هي مشكلتها اللي ممكن تحصل هي ان الدعامة ما تركبش كويس، او يتم اختيار نوع مش كويس، مقاس مش كويس، الطريقة اللي اتعملت بيها العملية مش كويسة، فبالتالي بتدينا نتائج اقل يعني كتير. هي أنواع فعلا. بالظبط، هي أوكي. انواع دعامات، انواع ومقاسات، فده مهم جدا ويعتمد على خبرة الجراح اللي بيعمل العملية، أوكي. خبرته في انه يفحص المريض بتاعه كويس قبل العمليه عشان يبقى متوقع ايه الحاجات اللي ممكن يقابلها جوه العمليه، خبرته جوه العمليه ان هو يختار المقياس الصح بالنسبه للشخص ده، لان بتفرق من شخص لشخص، مش كل الناس زي بعضها. الحاجه الثانيه ان هو يقدر يختار النوع الانسب، لان النوع يختلف باختلاف كل مريض، ودي حاجه ترجع للدكتور الجراح، فدي بتحتاج خبره واسعه شويه في المجال ده، وبتحتاج حد زي ما بنقول دايما ايديه في الموضوع، يعني دايما عنده الجديد فيه، ولازم يكون مطلع على الجديد في الدعامات، لان كل يوم بيتم تغيير في التكنولوجي بتاع تصنيع الدعامات، وبالتالي بيتغير معاه طريقه التركيب، ودي حاجة مهمة جدا، إن في ناس معتمدة على إنها خبرتها إن أنا ركبت دعامة من زمان، بركب دعامة مثلا كل سنة بيركب حالة أو حالتين، لا، الموضوع مختلف تماما دلوقتي، لأن في دعامات بتتطور بطرق معينة بتكنولوجي جديدة بتسمح بطرق أسهل وأدق وبتدينا نتائج أحسن. فلو الدكتور ما عندوش الخبرة دي يمكن يركب الدعامة بشكل مش كويس.